السلام عليكم، صباح الخير يا شباب. إن شاء الله أموركم بخير صباح وطيب. الخير. بدنا نستنى شوي صغيرة بس كالعادة ونبدأ إن شاء الله. ماشي يا شباب، خلينا نبدأ إن شاء الله. امبارح كنا حكينا عن هذا الديزاين اكزامبل اللي بدنا نعمل فيه دائرة مالتي بلاير. الطريقة اللي راح يستخدمها هي طريقة الشيفتنج، بده يعمل سكان على المالتيبليكانت على الرقم الثاني، بعمل عليه سكانينج بشوف كل واحدة من البيتس هل هي واحد ولا هل هي صفر. في حالة كونها واحد بجمع الرقم مع الاكوميليشن السابق له مع الجمع التراكمي اللي سبقه، وبحالة وجود الصفر ما في داعي، طبعا بعمل شيفت. في حالة وجود الصفر ما في داعي اني اعمل عملية الجمع، بكتفي فقط في عملية الشيفت. شفنا الهاردوير كومبوننتس المطلوبة، عندنا ريجسترز إذا مشان تخزن الكمية التراكمية من عملية الجمع، أو على أساس أنها تحمل الأرقام في بداية عملية الجمع فلودينج أوف نمبرز، هيك الديزاينر عامل. وفي عندنا كمان مجموعة أخرى من في الكاونتر اللي بتعمل عليه سكان، نشوف كم عدد البيتس اللي بلزموني أو اللي أصلاً المالتي بلاير عندي capable of handling. في عندنا هون كمان flag، we're going to use this as carry هون، تمام. وبدي اعمل تشيك كمان على الكاونتر، دائما اشوف انه يساوي صفر ولا لا على اساس اعرف انه امشي كمان iteration ولا لا. So both of these parts ال p which is the count اللي هو مسمينه p it's a counter اسمه p، فهذا دائما بده يعطينا انه is the result zero or not، has this counter reached the zero value or not. And q هي عباره عن the least significant digit اللي انت دائما من هاي الجهه راح تفحصها عشان تشوف انها هل هي واحد ولا هل هي صفر. على كل الاحوال هاي محتويات الداتا باث. محتويات الكنترولر ايضا حكينا عنها امبارح، قلنا لو احنا نعمل الديزاين شو ممكن نعمل، طلعنا شغلات بجوز شوي صغيره مختلفه، مش معناته انه غلط، معناته انه احنا فكرنا في الديزاين بطريقه ثانيه. ممكن عندنا كنترول سيجنالز اكثر، ممكن عندنا كنترول سيجنالز اقل، طالما انه النتيجه النهائيه الدائره that is functioning that is operating وطلع للنتيجه مش مشكله، حتى لو اختلفنا في الديزاين. هي طبيعه الاشياء، يعني ما في هنا ستاندرد بروسيجر تمشي عليها 1 2 3 لازم كل الحل يطلع ايدنتيكال زي بعض. ممكن انت تفكر تعمل الديزاين بطريقه مختلفه شوي صغيره، فمش اشكاليه لو طلع في اختلاف، مش معناته انه الحل غلط. هاي هون فلو تشارت، بس مشان اورجيكم الاختلاف في الطرق اللي ممكن تفكر فيها الناس. هذا الفلو تشارت لهي الدائره، طبعا احنا راح نمشي فيه شوي شوي. وفي كمان شوي بمرق علينا another فلو تشارت لنفس الدائره، لكن بدل ما هو مكون من 3 ستيتس مكون من 4 ستيتس، تمام. اربع ستيتس بدل 3 ستيتس، 1 2 3 4، وهذا بيعمل نفس العمل 100%، نفس العمل اللي هناك. طب هل اضافه تي ستيت زياده راح تؤدي لمشاكل؟ ممكن يكون في بالبرفورمانس شويه اختلافات، لكن بالنهايه احنا ما حطينا هاردوير زياده اوريدي، whether you're using 3 or you're using 4 states، في النتيجه النهائيه اللي راح
انت راح تستعمل تو فليب فلوبس لدائره السيكونس عشان تمثل التو، يعني مش راح تستعمل فليب فلوب زياده. ف نفس الحل لنفس السؤال، نفس الدائره، نفس الديزاين، لكن another way of writing the ASM chart which is also functional. هاي ما فيها مشكلة إنه طالما الدائرة شغالة functioning ما في أي إشكالية. طيب نيجي هون للفلو chart. حكينا إنه بدنا نحط ideal state في البداية. The circuit remains in this ideal state as long as there's no starting trigger. بالنسبة إلى هون starting trigger is an external signal manually controlled by the user. تمام. If this starting signal is present, then you start with your procedure. Otherwise, you return to your initial state. أول شغلة قرر هو يعملها انه يعمل لودنج للريجسترز، بده يعمل انيشاليزيشن للريجسترز، بده يحط الانيشال فاليوز في الريجسترز. نعم، شو الريجسترز اللي بده يحط فيها الانيشال فاليوز؟ هو شو عامل؟ عامل انه بده يحط الملتيبليكانت في الريجستر بي، وبده يحط الملتيبلاير في الريجستر كيو، وبده يعمل ريسيت للريجستر اي. لان طالما انه طبعا ممكن يستعمل ريجسترز اكثر، بس هو زي ما حكيت امبارح محاول انه يختصر في الريجسترز. ومشان نعرف ليش هيك عمل لازم نكون فاهمين اليه عمل هاي الدائره اللي انشرح امبارح، انه هاي الدائره بتكون بعمليه شيفتنج 8 مرات بعدد البيتس of the multiplier اللي هنا عددهم 8. So whether your multiplier is composed of all zeros or all ones, you are going to need 8 counts to finish عملية الملتيبليكيشن. الريجستر A رح يشتغل بهاي الجزئية كأكوميوليشن، وكل مرة بعمل أكوميوليشن أو كل سايكل بده يكون بعملية شيفتنج، لأن هاي البت اللي هون إذا بتطلعوا عليها إذا بنعملها شيفت 8 مرات بالآخر بتصير هون. فهاي بتأدي الطريقة بتأدي ل تأثير إنه أنا بجمع وبعمل شيفت، بجمع وبعمل شيفت، أو بعمل شيفت بدون ما أجمع، بس النهاية كل واحدة بتعمل شيفت. اللي significant bit رح تكون موجودة هون، الموست significant bit رح تكون موجودة بال15 والكاري إذا الكاري موجود. إذا الكاري موجود هو بكون الموست significant bit، else رح تكون 15. والجواب النهائي رح يكون مكون من 16 bit at most. تمام؟ هذا الجواب النهائي اللي أنا المفروض أطلعه لليوزر حاصل من الملتيبليكيشن. خلينا شوي صغير نبعد عن الكونسبت تبع الحل وروح لتكنيكال ديتيلز أكثر، كيف أنا بدي أحل هاي الدائرة طالما إنه الفلو تشارت صار موجود عندي أو الأي أس أم تشارت صار موجود عندي، أو زي ما هو بحب يسميه أي أس أم دي تشارت، نفس الشيء. بعد loading the registers بدي يعمل add, check that it's significant. If it's one, you add, then you shift. If it is zero, then you shift without addition. And you always check your count. Unless it is zero, you will, if it is zero, you will continue. عفوا, the non-zero. هون الواحد القصد فيها انه active. انه الكاونت يساوي zero. يعني الزيرو فلاج يساوي واحد. ف when this happens that means you have finished, otherwise you will continue to loop until you finish, until this condition is achieved. اللي بدي اعمله انا وياكم انه بدنا ناخذ هاي ماشي، وبدنا نروح ونحاول انه نرسم الحل. اوكي، هاي اللي كنا نشتغل احنا امبارح. بدي من خلال الفلو تشارت هذا بدنا نعمل الستيت دايجرام، لانه بلزمنا جدا الستيت دايجرام في عمل الستيت تيبل اللي منه بدي اجيب الديزاين. اوف كورس الابروتش تبعنا هون الان راح يكون عباره عن سيكونس اند لوجيك،
زي ما عملنا في الاولاني، بعدها شوي صغيره راح نحركه او نغيره مشان يصير سيكونس اند ديكودر. وارجوكم كيف هذا التغيير بسيط، مش كثير الفرق كبير بين التو ابروتشز. ف نيجي هون عندنا 3 ستيتس، هاي الستيت الاولى، عفوا هاي الستيت الاولى، ستيت رقم 2، ستيت رقم 3، تمام. هاي اسمها اس ايدل. ناو يو وانت تو جيف يور ستيت نيمز، تمام. لازم يكون لهم نيمز، لازم هدول النيمز ايضا يعني عملهم ترميز ويصيروا كودز. ف خلينا نعطي مثلا الاسماء على سبيل المثال، هاي الاس ايدل اللي هون نعطيها مثلا نقول انها هي عباره عن تي 0 مثلا، والرمز تبعها هو عبارة عن 00. هاي نسميها على سبيل المثال T1 ونعطيها الرمز 01. وهاي state اللي هون اللي هي T2 ونعطيها الرمز 10. You can, بالنسبة للرموز you can choose them as you wish، ما في أي مشكلة، بس you have to be consistent in using these assignments throughout your solution. فهي الستيت اللي هي خلينا نسميها T1 اللي هي T0 عفوا اللي هي بتمثل الايدل ستيت. This is your T1 and هون عندنا T2. الان بدنا نشوف كيف الدائره عندنا بتنتقل ما بين الديفرنت بارتس في السبل فلو تشارت. فبنبلش من عند الاولى، احنا موجودين الان في S idle which is T0. الان T0 احنا نرجع عليها مرة ثانية إذا كانت start هون تساوي 0. طبعاً هو مش حاطط 0 وال1، حاطط واحدة، وبكل أنتوا يعني استنتجوا إنه الثانية راح تكون صفر لأنه ما لهاش احتمال غير هيك. ف نشوف كيف ممكن شوي يصير هذا. أوكي، فمن هون عندنا S تخرج من T0 وترجع على T0 إذا كانت S تساوي 0. ممكن نحطها هاي S برايم، تمام. الآن من S إحنا بنروح على الأد اللي هي سميناها T1، تمام. طبعا نمرك هون في اللودينج ريجستر، بس هذا اللودينج ريجستر مش ستيت، هذا عبارة، كل هاي عبارة عن 1 بلوك، تمام. كل هذول بتنفذوا في 1 سايكل، هاي مش ستيت اللي احط لها واقول انه تيجي عليها، هاي تبع، هي عباره عن نتيجه الشرط، تنفيذ الشرط ضمن ستيت. فالاس 1 راح تودينا هون. This is your S. خلينا نظبط هاي البرايم بلاش تبين انها S1. This is your S prime. S يساوي 0. طيب بعدين شو بدنا نعمل؟ الآن إحنا عندنا هون موجودين في T1. من T1 ما فيش إلا طريق واحدة على T2 من هون. واحد ممكن يقول طيب هاي ليش ما أخذناها؟ هاي هيك مش طريق. الجواب طريق ولا لا، شو رأيكم؟ لمين الشرط هون؟ لكيو 0 هون كان الشرط لستارت اللي هي S سميناها هون. سواء كان Q of 0 1 ولا كان Q of 0 0 انت راح تيجي على هاي ستيت على طول. اللي بيفرق معك انه do you want to do an a conditional instruction based on that ولا لا، وهذا زي ما حكينا فوق مش عبارة عن ستيت. ففي هاي الحالة احنا من T1 بدنا نروح ل T2، وبديش اكتب Q of 0 لانه سواء كانت 0 ولا 1 نفس الشيء، يعني انا بدي انتقل من هاي ستيت لهاي ستيت بدون اي قيد او اي شرط. يعني هاي نقطة مهمة، فإذا حدا عنده استفسارات يا ريت، أو مش فاهم هاي يا ريت يحكي الآن. ليش هون مشينا من هاي ستيت للثانية وما أخذناش التو برانشز، أخذنا 1 برانش وقلنا انه هذا البرانش اصلا unconditional سواء كان 0 ولا 1 انت رح تيجي هون في كل الاحوال. مفهومي؟ ممتاز. طيب الان احنا موجودين في T2
تي2 في عندنا مسارين، المسار الاولاني اذا زيرو فلاج خلينا نسميه زد يساوي واحد، هنا بنروح على ستيت ثاني. اذا زد فلاج يساوي واحد نرجع للبدايه، هاي في حاله انه زد يساوي واحد، لكن في حاله انه زد يساوي زيرو احنا بنرجع على مين؟ على تي 1. فهون نرجع مره ثانيه على تي 1 في حاله انه زد عندنا كان برايم. تمام؟ فهي الستيت دايجرام اللي عندنا، يمكن هاي نظبطها شوي صغيره بدل ما تبين انها شرطيه. تمام، كل اللي عملناه هون بس شغله هيك تجميلية مش شيء. هاي في حالة S. طيب خلينا نقارن حلنا مع الحل الموجود. هاي state diagram اللي عندنا، هاي S 0 start تساوي 1، احنا حاطينها S prime او S. هون في حالة 0 بنرجع شايفين هون بدون اي شروط، والزيرو بنرد نرجع مرة ثانية على الأول. طيب ممتاز، بهاي الحالة بدل جبنا state diagram الخطوة اللي وراها بدنا نعمل state table. state table زي ما بتعرفوا لازم يكون مكون من ال inputs وال present state وال next state وال outputs. خلينا نجيب هذا الجدول هون. نحاول نحلل شو اللي صار هون وكيف انا ممكن اعمل هذا الجدول وشو الانبوت فاليوز الموجوده عندنا. تمام، زي ما انتم شايفين حاطط هنا البريزنت ستيت، الاسم اللي اعطاه للبريزنت ستيت اللي هو سماها اس ايدل اللي احنا سميناها تي 0، تي 1 اللي هي الاس اد، والتي تي 1 تي 2 اللي هي تاعت الشفت. فهو هيوم سميهم هاي اس ايدل واعطي الكود لكل وحده زينا برضه، مع انه كان ممكن يكون اختلاف. الاس ايدل اللي عنده اللي هي عباره عن تي 0 بالنسبه لنا، هاي هون زي ما انتم شايفين هاي تي 0 الاد تي 1 وهي كمان هون تي 2. الآن هذول بدي أمثلهم زي ما عاملين إحنا الكود في 2 bits، فتي 0 هي عبارة عن 0 0 0 1 1 0 زي ما اتفقنا. والآن بحاجة هو لأنه في عنا 2 flip flops هون، بحاجة لأسماء الفليب فلوبس اللي بدي أستعملها، هم سميهم جي 0 وجي 1. تمام، هاي اسماء الفليب فلوبس، لا ممكن تسمي اي اسم بدك اياه مش مشكله، لكن هذول هم عباره عن البريزنت ستيت، هذول بيمثلوا اثنتين البريزنت ستيت. سو وي هاف تو بيتس هون لتمثيل البريزنت ستيت اللي هم جي 0 جي 1 اللي عندنا هذول. تمام، طيب الان ما هي الانبوتس الموجوده في هاي الدائره؟ كم بت بلزمني للانبوت؟ ما تطلعوش هون، بدي اياكم انتم تحاولوا تستنتجوا ما هي الانبوتس الموجوده في الدائره هاي، دائره الكنترول. نرجع مره ثانيه للسكتش تبعنا اللي هون، وهي الدائره دائره الكنترولر، شو الانبوتس اللي بتيجي لها؟ عندنا عدوا معي، ستارت كيو اوف 0 0 جامل فلاك والكلوك والريست، هاي كلها انبوتس. تمام، الآن الريست هي عبارة عن external signal بترجع الدائرة لحالة البداية، ومش ممثلة هون. إذا بتطلعوا هون فيش عندي ريست، إنه وين ما بيجي ريست أرجع للإس ايدل، ولا كان بينت هون وكان بينت هون هذا الريست، فهو محطوط في الدايجرام هون لكنه فعليا مش موجود في التيبل. ممكن إحنا نعمله نضيفه لو حابين، بس خلينا ماشيين على اعتبار إنه مش موجود. الكلوك هاي
الكلوك بتاعت السيستم، فمش عبارة عن input مستقل بيكون في action، هي بتنقل الدائرة من state إلى state أخرى. بالتالي الـ inputs اللي عندي هم عبارة عن start اللي significant bit اللي اسمها Q of 0 with 0، ثلاثة inputs واحد منهم خارجي واثنين منهم جايين من الفيدباك، لكن بغض النظر سواء خارجي ولا من فيدباك هما عبارة عن inputs. بالتالي في الجدول عندي لازم أسجل start Q of 0 و 0 في الجدول، فبلزمني هاي كمان 3 bits. فالانبوت الآن مكون من 3 bits. واحد ممكن يقول إنه الجدول اللي قبل كانت الانبوتس بالأول وبعدين البريزنت ستيت، زي ما بدك ترتبهم ما فيش مشكلة، سواء كانوا present state أو input ترتيبهم لا يعني مين أول ومين ثاني لا يعني شيء، طالما إنه جميع ال possible values موجودة. فهاي ال inputs اللي عندنا ثلاثة اللي هم عبارة عن start check نعرفها Q of 0 yes، وال 0 اللي هي بتمثل ال 0 flag. الآن عندنا ال next state اللي إحنا ما بنعرف شو هي، وفي عندنا ال outputs. Of course ال next state المفروض تكون 2 bits، لأنه ما دام ال present state 2 bits النكست ستيت اكيد راح تكون 2 bits، وهم جي 0 جي 1 زي ما احنا حكينا هون. لكن ما هي الاوتبوت سيجنلز؟ نرجع لدائره الكنترولر تاعتنا مره ثانيه نشوف الاوتبوت سيجنلز. عندي اوتبوت سيجنال لازم يكون اسمها لود ريجستر موجود في ستيت تي 0، عندي كمان كنترول سيجنال اسمها شيفت واد وديكريمنت 1 2 3 4. ريدي، وات از ريدي؟ Ready is a status signal. إنه أنا جاهز. يعني أنا جاهز. أنا موجود في state الأولى. So it's not really an output. Ready. Ready is more like of an indicator to tell you that I am in some certain state. لكن حقيقة هي مش output. ودليل على هذا الكلام إنها ما بتروح بتتحكم في دائرة الداتا باث. هي فقط كindicator لليوزر إنه تعطي إشارة معينة. لكن ما إلهاش functionality. So حقيقة الـ outputs هم عبارة عن أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. Of course this is your clock، هاي الخطوط للداتا مش خطوط control، فإحنا معنيين في هدول الأربعة. تمام؟ فالأربعة هدول اللي هم عبارة عن load register, decrement B, add register و shift register. هاي زي ما حكينا status مش كثير مهمة للتحكم أو للfunctionality. تمام، الآن خلينا نشوف إذا بقدر أعمل أنا زوم إن هون على هذول. تمام، مش راح نقدر نجيبهم مع بعض. واضحة الشاشة الصورة عندكم؟ تمام، ليش تكون الريزوليوشن قليل أو الأرقام مش واضحة؟ طيب، فبدنا نبلش نعبر في الجدول. الآن إحنا ما عندنا هاي الانتريز، هاي الانتريز مش موجودة عندنا. بدي كل مرة بدنا نحاول نعبيه إحنا من عندنا ونقارن الحلول تاعتنا مع الحلول الموجودة صح ولا غلط. ماشي، فهاي هيك. الآن خلونا نشوف. Okay, so your present state with symbol. أنا عندي هنا 2 زائد 3 5 inputs. طريقة التعامل مع الـ state diagram بالعادة، state table بالعادة، إن أنا أحط عمل listing لجميع possible states و inputs، أحط كل الـ combination. هون عندنا 5، يعني لازم نحط 32 lines. هيك اللي كنا نشتغل فيه إحنا زمان في digital logic. لكن زي ما أنتم عارفين إحنا هون هذا state table ما بيحتاج لكل هاي الـ entries، وبالتالي ممكن انه نختصره بس عن طريق الفانكشناليتي. فممكن يقول على سبيل المثال اذا انا موجود هون في تي 0، لو موجود انا هون في تي 0 اللي هي الكود تبعها 0 0 ماشي، وكان الانبوت اس يساوي 0، فاذا النكست ستيت راح تكون هاي البريزنت ستيت، هاي النكست ستيت فالنكست ستيت راح تكون 0 1. طب وات اباوت ذا اذر انبوتس اللي هم زي الزيرو هذا اللي هون وزي اللي هو كيو اوف 0، هل لهم اي كونتريبيوشن او قرار او راي بانه
الانتقال من الستيت الأولى عن طريق عفوا كأن أنا أخطأت، هذه S تساوي عفوا إذا S تساوي خليها 0 في الأول، وهاي بدنا نخليها 0 0 مش 0 1، الثانية بتكون 0 1. اوكي يعني هيك الامور تمام. فلما اكون انا موجود في 0 0 في هاي الستيت وتكون S تساوي 0، راح ارجع لهاي الستيت مره ثانيه لتي 0 مره ثانيه. راي الزد مش مهم، راي كيو اوف 0 مش مهم، فهذول دونت كيرز. هاي السطر الاول اللي عندي اللي هو هاي راح تكون 0 0 0، هاي مش مهمه، هاي مش مهمه، النكست ستيت راح تكون 0 0. الان وات از ذا اوتبوت سيجنالز اللي عندنا اللي سميناهم اللود ماشي، عندنا الديكريمنت بي، وعندنا الاد، وعندنا كمان الشيفت. فشو هدول راح يكونوا؟ هل عندنا هون من خلال الفلو تشارت بدنا نقوم باي شيء من هذول؟ لما انا اكون موجود في الستيت الاولى وارجع، هل بقوم بادشن بسبتراكشن ولا اي nothing؟ So you don't load, you don't decrement, you don't add, you don't shift. I'm sorry، لازم يكونوا مش don't cares، لانه don't cares معناها تفرقش بينها وبين انه لازم يكونوا zeros، means don't do that. It don't care بتفرقش، you do it you don't do it ما بتفرقش، لكن حالتنا هنا بتفرق، احنا بدناش نعمل ولا واحدة من هذول فحطناهم اصفر. تمام؟ إذا هون في الايدل لما ترجع على الايدل ستيت you do nothing. طيب الآن الخطوة اللي وراها، أنت ممكن تكون موجود في الستيت 0 0 ماشي الحال، الستيتس عندك تكون مش ستيتس، الاس سيجنال ستارت سيجنال تكون 1. في حالة الستارت سيجنال بتكون 1، النكست ستيت بتاعتك الديستنيشن راح تكون 0 1. زد ما إلوش رأي في الموضوع، وكيو 0 ما إلوش أي رأي في الموضوع، لكن هون شو بدنا نعمل؟ حسب الفلو شارت اللي عندنا هون بقول انه اذا انت انتقلت من ستيت 0 لستيت 1 لازم تعمل لودنج للريجسترز. فاذا بدي انا اعمل اكتيفيشن للود اللي عندي، هي واحد نو ديكريمنت نو اديشن نو شيفتنج، هي واحد، هي السطر الثاني الموجود عندنا. اوكي اوف كورس احنا هاي لغيناها بدناش اياها، فهي واحد هاي الاصفر. ممكن تعملوا الجدول على مرحلتين، يعني في البداية انه عن طريق الدياجرام الستيت دياجرام نحط السيكونسز هون، وبعدها نشوف السيجنالز هاي اذا صعب عليكم، لكن يعني مش محرزة. طيب خلصنا من تي 0، احنا الان موجودين في تي 1، يعني احنا موجودين في 0 1. اوكي 0 1 ما قلناش غير لا طريق واحدة على 1 0 اللي هي تي 2 بس، one way وبدون اي شروط. طيب هاي الطريق اللي هون من تي 1 لتي 2 حسب الدياجرام اللي عندنا بقول لما تنتقل من دي من تي 1 لتي 2 لازم شو تعمل؟ لازم تعمل شيفت ماشي، لكن نرجع للدياجرام بالاول، وانتبهوا هاي اللي عندكم الاد ريجسترز، في كلا الحالتين بدك تعمل شيفت، لكن في وحده عباره عن شيفت مع اديشن وواحده شيفت بدون اديشن، واللي بكرر هذا الكلام مين؟ كيو اوف 0. ف نخلي هاي هيك على جنب شوي صغيره. ونشوف هون. ف هون عندنا خطأ برضو. اوكي الخطأ هون عندنا ناتج عن ايش؟ اوكي احنا بنروح على 1 0 بس هدول
اتجهنا لواحد صفر صح، كلياتهم دونت كيرز، بس انت مره بتعمل شيفت ومره بتعمل اديشن، مظبوط؟ وفي كل المرات بدنا، شو رايكم؟ خلينا نمسح هذا كلياته او لعند هون، اوكي، ونشوف شو اللي موجود عندنا. احنا من T1 ل T2 هاي الطريق راح نروح فيها على طول. بالنسبه للستيت دايجرام مش راح تفرق، لكن بالنسبه للكنترول سيجنالز ممكن تفرق. اوكي، فانت موجود في 01 هون. ماشي الحال، طريقك مباشري على 10، هاي 100%. الان الاس ما الهاش راي في الموضوع على الاكيد، تمام؟ لكن طلعوا لي بالنسبه للزيرو، بالنسبه ل كيو اوف زيرو، هل الكلام هذا نفس الشيء؟ الزيرو ما إلوش على الاكيد، تمام؟ لانه الزيرو بيقرر في هاي الستيت الثالثه، فانا بساعدكم هون بقولكم انه هاي دونت كير. لكن بالنسبه لكيو اوف زيرو، الانتقال من T1 ل T2 في حقيقة الأمر هو مش خط واحد، هو خطين، هذا الخط والخط الثاني، ماشي؟ بس تحصيل حاصل، إذا أنت بدك تروح من النقطة الأولى على النقطة الثانية، سواء مرقت في الطريق الأولى أو الطريقة الثانية، أنت مصيرك النهائي الديستنيشن رح توصل للطريق للديستنيشن الأخير عندك. لكن في الطريق اللي بتسلكها أحيانا ممكن تتحكم في بعض الأوتبوتس الكنترول سيجنالز اللي بتكون مختلفة على الكنترول سيجنالز اللي في الطريقة الثانية، وهون مربط الفرس. بمعنى آخر إنه هون أنا مضطر إني أحط كمان مرة 0 1 S don't care Z don't care، ماشي، والديستنيشن النهائية عندي معروفة شو هي 1 0. لكن هون هاي عبارة عن طريقين، الطريقة الأولى لما إحنا نمشي مع الصفر، والطريقة الثانية لما نمشي مع الواحد. لهذا السبب هون ضروري ان احط انه هل كيو اوف 0 تساوي 0 ولا كيو اوف 0 تساوي 1 هون. 0 1 دونت كير، 0 0 1 دونت كير 1. شايفين الديستنيشن النهائي نفسه، الانيشال ستيت نفسها. Both S and Z they have no say on the topic. كيو اوف 0 سواء كان 0 ولا 1 انت راح توصل ل ستيت تبع T2 في كل الاحوال. لكن اللي بيفرق هون انه شو الكنترول سيجنالز اللي عندك. يو دونت لود في كل الحالات، ماشي، ما بتعمل لودنج لانه اللودنج بيتم هون. لما تكون كيو اوف 0 يو شود اد، فهي لازم تكون اد، ماشي. لما تكون كيو اوف 0 صفر يو دونت اد، هون بتستعمل الاد، هون ما بنستعمل الاد، تمام. شغله ثانيه احنا نسيناها هون في هاي، انه نعمل decrement للكاونتر في هاي الستيت. ف in both cases you should decrement your counter p تساوي p ناقص 1. ف you decrement yes، you decrement yes، تمام. هل هون بنعمل shift ولا لا؟ هذا سؤال مهم. هل هون بنكون بعمليه shifting ولا لا؟ احنا قلنا من هون يا اما بتجمع وبتعمل شيفت او ما بتجمع وبتعمل شيفت. لكن هل الشيفت في هاي المرحله، في هاي الستيج، في هذا البلوك ولا في البلوك اللي وراه؟ بما انه في البلوك اللي بعديه احنا هون ما بنعمل شيفت، الشيفتنج بصير هون بالضبط زي ما انه الديكريمنت صارت في هاي الحاله عند الستيج. بمعنى اخر احنا راح نحط الان الشيفت 0 0 مرة ثانية. فخلينا نشوف الأسطر هاي متطابقة مع هون ولا لا. 0 1 هاي don't care، Q of 0 تساوي 0 yes، don't care لل 0، الديستنيشن هاي عندك 1 0 مظبوط، 0 لللودينج في كل الحالات طبعا هاي السيجنال، you decrement في كل الحالات هاي decrement، you add the register في حالة الواحد and you don't add it في حالة ال الزيرو. هون احنا اخطانا، لازم هاي 0 1.
لما تكون كيو اوف 0 0 احنا ما بنجمع. تمام، فهاي ال 0 يو دونت اد، يو اد في حاله انه كيو اوف 0 تساوي 1 زي ما موجود هون. في حالة الواحد الـ Q0 تساوي واحد بنجمع، في حالة الزيرو فقط بنعمل شيفت. تمام؟ اوكي، هي الآن صارت عندنا الأمور تمام. طيب الأخير، الأخير شو موجود عندنا؟ الأخير إحنا موجودين الآن في T2، فإحنا موجودين الآن في 1-0. اوكي، 1-0 إحنا بنروح على الستيت 0-1 ماشي، في حالة إنه 0 ل 0 flag يساوي 0. هي 0 point، هي 0، هي الـ S don't care لأنه ما إلهاش دور في الموضوع، وكمان Q of 0 ما إله أي دور في الموضوع. تمام؟ طيب بالنسبة للـ control signals شو لازم تكون؟ هاي الـ flow chart اللي عنا مرة ثانية. في هون إشي لازم يصير في هاي الستيت، مجرد ما إنك دخلت فيها لازم يصير على طول. هذا اللي لازم يصير على طول هو عبارة عن عملية الشيفتنج، فمجرد وجودك في الستيت لازم يكون عندنا الشيفت يساوي واحد، فهاي واحد للشيفت حتى في الستيت الحالة اللي بعديها لو كتبناها. بس خلينا بدناش نستعجل، هل بنعمل أديشن هون حسب ال الفلو شارت؟ الشيفتنج عملناها، هاي هالشيفتنج. هل بنعمل اي اديشن؟ هل بنعمل اي لودنج اي ديكريمنت؟ الجواب لا، فهذولا زيروز. تمام، نيجي الان لكمان مره، هاي الطريقه غطيناها. الطريقه الثانيه اذا احنا موجودين في 1-0 الان كان الزيرو فلاج يساوي 1 بغض النظر عن اس، بغض النظر عن Q of 0 النكست ستيت راح تكون عندنا 0-0. تمام، نفس الكنترول سيجنالز نو لودنج نو ديكريمنت نو اديشن، لكن في عندنا هنا شيفتنج. اوكي خلينا نشوف 1-0 dont cares مضبوط تمام الامور. هاي الجدول تبعنا جبناه بقدرات ذاتيه تمام، قارناه مع اللي هون، الجدول صحيح. الآن شو أعمل من هاي اللحظة فصاعدا؟ شو المطلوب إنه نعمل؟ المطلوب إنه أولا بدي أجيب دائرة السيكونس من خلال الفليب فلوبس، من خلال جي 0 وجي 1 هذول ماشي. فهي الدائرة هاي سيكونس، دائرة السيكونس اللي هون مكونة من 2 فليب فلوبس داخلها 3 inputs اللي هم S و Z و Q of 0، واللي بده يخرج منها هذول الاربعه كنترول سيجنالز. عفوا، بعد دائره السيكونس ماشي بدنا نجيب كمان دائره ثانيه نحط فيها شويه لوجيك، عباره عن مجموعه من اللوجيك جيتس، بحيث انه استخدم الستيتس اللي طالعه من دائره السيكونس اللي هي زي تي 0 تي 1 وتي 2 مع هذا اللوجيك على اساس اني اطلع الكنترول سيجنالز اللي عندنا اللي هي اللود الديكريمنت والاد والشيفت. تمام، هذا اللي بدنا نعمله الان. فالخطوه التاليه اللي عندنا هي دائره السيكونس. مشان اعمل دائره السيكونس بدي اجيب معادلتين. شو معادله الفليب فلوب الاول؟ What is the equation for دي جي 0؟ وشو معادله دي جي 1؟ لانه اذا جبت المعادلات هاي كل اللي بضل علي اني هو اني ارسم. فشو رايكم دي جي 0 ودي جي 1 ايش راح يساووا من خلال هذا التيبل الموجود عندنا؟ خلينا نزيح كل الشغلات اللي هون مره على اساس نبلش من، صار عندنا كثير كتابات هون، نبلش من
من نضيف وبدي أجيب الجدول. فهاي الجدول اللي عندنا. اوكي او مش مشكلة، خلينا يبدو الأمور بسيطة مش بحاجة. اوكي المفروض انه الان بدي معادله لدي جي 0 دي جي 1 زي ما اتفقنا. احنا بنشوف متى دي بنستعمل دي فليب فلوبس على اساس تكون معادله الانبوت سهله وما يحتاجش للاكسايتيشن تيبلز الموجودات في الجي كي والدي فليب فلوب. وهون بدنا نشوف احنا متى جي 1 يساوي 1 عشان اربطها بال بريزنت ستيت، ونفس الشيء بالنسبه ل جي 0. فطلعوا هون على خلينا ناخذ جي 1 اسهل شيء. جي 1 موجوده اوكي، هاي تو فاليوز تبعين جي 1 هم التو وانز، تو وانز الموجودين هون. G1 active عند هذول التو وانز، وبدي أحاول أشوف هذولا كيف بدي أعملها input بدلالة كل الشغلات هاي. okay. هون عنا don't cares. don't cares مش رح استفيد، مرة هون 0 مرة هون 1 not really helpful. لكن اطلعوا هون، هل بقدر أقول إنه G1 دائما تساوي جي 0؟ في الانبوت او زي ما هو مقسمها عامل هاي تي 0 تي 1 على اساس انها اوتبوت من 2 بيتس which is okay. ماشي الحال مقسمها هيك، هل بقدر اقول انه جي 1 هي دائما تساوي 1 في حالة وجودك في T1؟ طبعا هي نفس الحالة اللي هي عبارة عن G0 يساوي 1 لأنه in both of these cases they are 0 it is exactly equal to G0. ماشي الحال، لكن احنا بدنا نطلع الـ outputs كـ T0 T1 T2. بدي أكتب هون G1 تساوي T1، هي مش الموست سيمبل لكن correct ما فيها مشكلة. طيب بالنسبة لـ G0 اوكي G0 يساوي 1 in these cases، فهي 1 عند T0 هي موجودة انت في T0، وطبعا في هون لازم يكون and something، or إذا انت موجود هون في T2 and you're supposed to be added with something إذا لزم الأمر. طيب لما تكون انت موجود في T0 هاي عندك تساوي 1، شو الاشي اللي فعلا بميز او بحكم انه هاي الحالة 1 if these conditions are met بشكل حصري؟ الشرط هو انك تكون موجود في T0 وتكون S تساوي 1 لانه هذول don't cares وهي حالة 0. فلو كانت لو كنت موجود في T0 كانت S تساوي 1 you're done، فهي T0 هاي S start. or انك تكون موجود في T2 الاخر نطلع هذول two هذول two signals هون don't cares don't cares، هاي عندي هون 0 وعندي هون 1 فممكن اقول انها هاي T2 or Z prime. مزبوط، هاي المعادلة الثانية تبعت G0. فاللي بيصير عندي الآن بدي أجيب الفليب فلوبس، تو فليب فلوبس، واحد اسمه G0 واحد اسمه G1. تمام، هذول التي فلوبس الآن المفروض يكونوا both synced على نفس الكلوك. فهي الكلوك تاعتنا. تمام، ف
هذا عبارة عن جي زيرو، هذا عبارة عن جي ون، دي فليب فلوب ماشي الحال. عندنا هون الاوتبوت من الاول، الاوتبوت من الثاني، وعندنا الانبوت لكل واحد دي جي زيرو ودي جي ون اللي هي تتحقق في هاي المعادلة. طبعا هون احنا مسمينهم معطينه دلالة تي ون تي تو وتي زيرو تي ون وتي تو، وهذولا بسهولة احنا ممكن نجيب عندنا هون مجموعة من الاند جيتس، فهي اند جيت هاي واحدة وهي كمان واحدة ثنتين ثلاثة على قد عدد الستيتس، ونقول انه هاي عبارة عن تي زيرو وهي عبارة عن تي ون وهي عبارة عن تي 2. والآن T0 هي عبارة عن DG0 prime، يعني هاي هيك مع هذه الثانية أيضا prime حسب ما احنا حاطينها هون 0 0 ماشي. T1 هي عبارة عن 0 1 0 لمين؟ 0 لG1. ف هاي من G1 وهنا من G0 هناخد 1. This is your T1 G0 G1 و T2 هي عبارة عن زي ما شفنا هسا 1 0، فهي بدها تكون عندنا هيك صفر بابل وهي بدها تكون عندنا هنا واحد. ظل لازم نحط الانبوتس اللي على الفليب فلوبس، هاي دائرة السيكونس. فG1 هاي المعادلة هون هي عبارة عن T1، بمعنى آخر بدنا نجيب من هون connection من T1 وهذا بده يروح على G0 تمام. هاي G1 تساوي T1، G1 مش G0. وعندي هون G0 اللي هي عبارة عن two AND gates زي ما المعادلة بتحكي، هاي الـ AND gate الأولى الـ AND gate الثانية بينهم OR تمام. وهون بدنا نجيب من T0 من S، so this is your S signal وهاي كمان عندنا الـ 0 signal. هاي الزد البابل مشان تصير برايم، هاي عندنا الاس وبضل هون التو اذر انبوتس اللي هم واحد بده يجي من تي زيرو مع الاس، هاي مع التي زيرو، والثاني هي عباره عن تي تو. اوكي سكتش اليد شوي مش مرتب، كنت رتب احسن من هيك، لكن احنا قلنا انه الان انجزنا دائره السيكونس. شو يعني دائره السيكونس؟ الدائره اللي بتحتوي على الانبوتس واللي بتطلع لي الستيتس. طيب كيو اوف زيرو وينه من كل هالشغل؟ ليش ما بينش هون كيو اوف زيرو؟ كيو اوف زيرو له شغل ثاني راح يبين بعدين معنا في قضيه الكنترول سيجنالز النهائيه اللي راح تعتمد على الستيتس تمام. ف خليني بالاول نرجع هون نشوف الدائره اللي هو عاملها، هاي الدي فليب فلوب الاول جي 0 جي 1. تطلعوش على هذا الجزء الان، هو مستعمل ديكودر. كمان شوي بحكي لكم شو قصته. احنا استعملنا لوجيك جيتس بدل الديكودر، فهاي التو فليب فلوبس هاي اللي شفتوها قبل شوي ماشي الحال. طبعا بيخدم من ستارت وبيخدم من تي واحد من الاوتبوت تبعين ستيتس، هاي الزيرو اللي عملناه قبل شوي، هاي الاوتبوت، هاي ستيتس تي 0 تي 1 تي 2. هو مستعمل ديكودر، احنا استعملنا لوجيك جيتس. هسه بقول لكم شو القصه، لكن هون مبين في عندنا كيو 0 موجود، احنا عندنا ما بين. السبب بسيط انه هو كيو 0 اذا بتتبعوه مش داخل في دائره السيكونس من مره، هو داخل في الاشياء لها علاقه في الاوتبوت، يعني من بعد دائره السيكونس.
فهو فعليا مش داخل في دائرة السيكونس، موجود هون مرسوم كرسم لكن اتبع الخط هو خارج دائرة السيكونس. فنيجي الآن نبدأ أخذ الرسمة هاي نشوف شو الفرق بينها وبين اللي إحنا عملنا. أوكي، فهي الدائرتين الموجودين عندنا، وعنده كمان ريست للفليب فلوبس مش مشكلة. الآن الأوتبوتس اللي عنده هي عبارة عن ال تي ستيتس هاي الموجودة اللي هي موجودين هنا. الآن بدل ما تغلب حالك كل مرة وتصير تحط بلوجيك جيتس لأنه عبارة عن ديكودر، يعني هون بدل ما نجيب هذول الاثنين نقول هاي عبارة عن 0 0 0 1 1 0، أو حتى لما يكون عندي ستيت رابعة أقول كمان 1 0، بإمكاننا ببساطة نستبدل الأند جيتس هاي في 2 to 4 ديكودر، فهذا بيكون له 2 inputs ديكودر وأربعة outputs. تمام، ففي حالة إنه عندنا هاي دي 0، بلاش نستعمل الدي على أساس ما حدش يفكر لها علاقة في ال نعمل output 0 output 1 output 2 و output 3 decoder، وهي ال inputs اللي عندنا اللي هي input 0 و input 1. فإحنا بنعرف لما يكون ال input 0 0 0 إحنا بنعمل activation للاين الأول الثاني الثالث الرابع. تمام، فبإمكاننا ببساطة إنه نستبدل هذول logic gates اللي هون ب decoder بشرط إنه أوصل جي 0 مشان يطلع عند الحل مظبوط على اللي سيجنيفيكانت، وجي 1 تتوصل على المور سيجنيفيكانت مشان يصير العد صح في الاوتبوت للديكودر. الان هاي الدائره اسمها هون هاي هيك اسمها سيكونس، هاي السيكونس اللي حطيت لها اللوج دايجرام تبعها اول المحاضره، سيكونس اند ديكودر. تمام، احنا ما عندنا ديكودر، هون عندنا اجزاء من الديكودر لكن هي عملية decoding sequence and decoder. هاي مشان نعمل دائرة الدائرة ال sequence كلياتها، لأنه بعدين نطلع الكنترول signal لسه لازمنا شغل عشان نطلع الكنترول signals. لكن الميثود هاي في implementation اسمها sequence and decoder، واللي بتعمله في sequence and decoder ببساطة إنك بتنشئ الدائرة اللي بدها تطلع لك ال states حسب state diagram اللي عندك، وبعديها بتحاول تربط أو تحاول تبني هاي دائرة السيكونس، ومن خلال هاي دائرة السيكونس بربطها مع ال inputs اللي عندك زي start زي zero زي okay these are the parts هون Q0 مش input فيها، بدك تحاول تعمل establishment ل how this circuit goes into different states. المرحلة اللي بعديها هي مرحلة انك انت بدك تربط ال different states اللي عندك مع ال output signals. فخلينا نعملها، يعني الشغلة بسيطة بدهاش شيء معقد، بامكاننا انه مباشرة من خلال هذا الجدول نربطهم. فمثلا روحوا خذوا عندكم متى بتعمل انت load للريجسترز، بتعمل load للريجسترز هاي اللود اللي عندنا هاي الواحد، بنعملها دائما في state T0، شايفين؟ I have state T0 load the registers. وإيش كمان؟ بنعمل load the registers إذا كنا موجودين في T0 كانت start عندنا تساوي 1، فبإمكانك إنك تكتب إنه load signal تساوي T0 and S، أو زي ما هو عامل تجيب AND gate، ما هي AND gate هاي بين S أو نتبعوها وما بين T0 هاي عندك صار load the registers. نيجي للثاني decrement P، هاي بتصير متى عند هذول ال 2 ones، اطلعوا عليهم ال 2 ones هذول هم عبارة عن T1، فيش داعي تخوض في أي شروط تانية، فيش داعي تقول إنه T1 and Q0 or T1 and Q0 prime، لأنه بالنهاية هي عبارة عن T1. فمباشرة من T1 بتطلع signal هاي decrement تساوي T1. من T1 هايها مباشرة بدنا الديكريمنت اللي بيطلعوا عليها مباشرة. طيب مثلا add registers، هاي عندنا الواحد
متى بصير؟ في T1. طيب شو لازم كمان في T1؟ لازم تكون Q of 0 تساوي 1. فمعادلتها الآد تساوي T1 and إيش؟ and Q of 0. هون بدخل Q of 0 في الصورة، قبل ما كان موجود، فهو مش مقرر بالنسبة لحركة السيكونس، هو مقرر إذا كنت في ستيت معينة هل تجمع ولا ما تجمع. فهي Q of 1 إذا بتتبعوه هون عند الـ Add Registers مع وجودك في T1 AND Gate، هاي الـ AND Gate الثاني. وآخر واحدة الـ Shift Registers، هنا زي ما أنتم شايفين دائما بنعمل Shift في T2، هاي الكود تبع T2 بغض النظر عن أي أشياء ثانية، طالما أنت في T2 لازم تعمل Shift، وهيها السيجنال واصلة من T2. طيب T3 هون شو بتعمل؟ Absolutely nothing، هاي السيت مش مستعملة ومش المفروض أنه دائرتك أصلا تروح عليها الآن، لأنه عامل هاي وخايف أنه due to certain conditions, interference, whatever، أنه الدائرة بتاعتك تدخل في unknown state، عامل reset signal البرانية اللي دائما بترجع الدائرة لنقطة البداية. لكن زي ما حكيت هاي مش موجودة هون. أي أسئلة لحد اللحظة؟ كل شيء واضح؟ خلينا نرجع على الباوربوينت نشوف شو في عنا. اوكي. Is there an easier way to do this work? هذا سؤال ممتاز. هل هناك طريقة سهلة على أساس أني أنجز كل هذا الشغل بدون ما أدخل بقضايا الجداول والمعادلات، ونعرفش نعمل simplification في 5 variables أو أعلى، يعني تحديداً 5 مقدور عليها نتعلمها مش مشكلة، بس الكونسبت أنه بسهولة ممكن يكون عندنا 6 و7 و8، فهذا مش حل. هل هناك طريقة أسهل للقيام بهذا الموضوع؟ في طريقة اسمها one flip flop per state. طبعا انت بتعرف طالما انه مش ملزمك بطريقة معينة للحل، تقدر تحل بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة. بس شو موضوع ال one flip flop per state؟ ال one flip flop per state سهلة جدا، سهلة ال implementation خاصة لدائرة ال sequence. فطلعوا عندكم على سبيل المثال على هاي الدائرة اللي فيها دائرة السيكونس مع الستيتس، هون الديكودر، وما بين هاي الدائرة الموجودة هيها، ماشي. خلينا نقارن بينهم. أول شيء من ناحية الشكل، هاي فيها two flip flops, one decoder and some logic gates. الانبوتس اللي فيها عبارة عن الانبوت للكنترول يونت نفسهم والاوتبوت نفسهم. نيجي للدائرة الثانية، نطلع انه فيها three flip flops rather than two، وما فيش فيها ديكودر، تمام. لكن بالنسبه للكنترول سيجنالز يعني تقريبا نفس الشيء، هي عندنا اند جيت، اند جيت هي مخزن مباشره. فاللي هون الاجزاء اللي هون ما تغيرت، اذا بتقارنوا هاي الاجزاء ما تغيرت، اللي تغير كان اسمها T0 T1 T2، هون صار اسمها G0 G1 G2 which are more or less probably the same. نفس الكنترول سيجنالز، هي تو اند جيتس الموجودين مخزن مباشره، نفس الشيء، هاي الريدي سيجنال نوت انترستد فيها. شو الفرق ما بين التو ديفرنت ديزاينز؟ الفرق بسيط جدا لدرجه انه ممكن انه هاي الدائره تنبنى ب وتنحل تقريبا بخمس الوقت اللي لازم لحل هاي الدائرة. أنا قديش من بداية المحاضرة وحنا نحكي عن هذا السؤال وعن التابلز والأمور الثانية، فخلينا نشوف قديش هاي الدائرة من هون بدها تأخذ وقت للحل. بدي أخذ هذا
الديجرام كي هذا نفس الستيت دايجرام اللي عندنا ما تغير، بمعنى انه الاي اس ام دي تشارت عمليه انه بدنا نجيب الستيت دايجرام منه هي لازمه، لكن موضوع انه بلزمنا نعمل ستيت تيبل خلينا نشوف. هي عندنا الاس ايدل الاس اد والاس شيفت، بدنا نعطي لكل واحده زي ما اتفقنا من هذول بدنا نعطيها اسم. ف لانه عندنا دي فليب فلوبس ولانه في نوعيه من الفليب فلوبس اسمها تي زي ما بتعرفوا، بدي اتجنب اني استخدم انا تي 0 وتي 1 وتي 2 زي ما اتفقنا عن يعني اتفقنا قبل، ممكن نستعمل اي اسماء اخرى بدنا اياها، نبعد عن الجي وعن الكي وعن التي تو افويد كونفيوجن از ماتش از بوسيبل. سو مثلا لو قلنا هنا الفليبس اللي عندنا هون سميناها شو تكون تسموها؟ كيو ما نقدرش نستعمله، خلينا نسميها R. R 0 هاي ستيت الـ S ايدل، الـ S add اسمها R 1 والـ S shift اسمها R 2. هو هون مستعمل جي 0 جي 1 جي 2، لكن انا برضو ما بدي اياكم تتخربشوا بين الطريقتين لانه هناك برضو مستعمل جي 0 جي 1 to represent الستيتس، فمعني ان هون استخدم رموز جديده للستيتس R0 R1 R2 هاي الديفرنت ستيتس الموجوده عندنا. طيب بدي الان اجي اكتب معادله، هاي المعادله هي عباره عن R0 تساوي R0 تساوي الحالات اللي انت بتيجي فيها على R0، الاسهم اللي بتيجي فيها على R0. وانت بتيجي على R0، انت بتيجي على R0 من طريقين، هي الطريق الاول وهي الطريق الثاني، تمام؟ فبتيجي اذا اصلا كنت موجود في R0 وكانت S صفر R0 برايم، او بتيجي على R0 اذا كنت موجود في R2 وكانت قيمه Z تساوي 1، صح ولا مش غلط لعندهم؟ يعني سهمين two terms. طيب R1 وانت انت بتروح على R1 من طريق واحد هي سهم واحد، اذا كنت موجود في R0 وكان S يساوي 1. طيب متى بتروح على R2؟ عفوا هنا نسينا شغلة، هذا السهم الثاني يعني عملنا واحد نسينا الثاني، لو احنا نكون او انه نكون موجودين في R2 يكون Z برايم، الطريقة الثانية نسيناها، هي واحد هي اثنين، تمام. متى بنروح على R2؟ R2 بنروح عليه اذا كنا موجودين في R1 بدون اي شروط. اوكي اذا وصلتوا لهي المعادلات انحلت كل الدائرة معكم ببساطة، لأنه كل اللي راح تجيبوه عبارة عن 3 flip flops بتسموا R0 R1 R2، كل معادلة من هاي المعادلات بتمثل flip flop، أو ممكن نسميهم D0 D1 D2 الآن flip flops، بما أنه صرنا نعرف كيف المعادلات هاي أجت. وهاي الـ input equation للـ flip flop الأول، الـ input equation للـ flip flop الثاني، الـ input equation للـ flip flop الثالث، زي ما هو عامل هنا بالضبط 3 flip flops 1 2 3. طبعا هاي المعادلات اللي كتبناها قبل شوي بسمي دي جي 0 دي جي 1 دي جي 2 بغض النظر عن الاسماء. وهي 3 flip flops، الفليب فلوب الاول مطبق معادلته باستخدام اللوجيك جيتس، الفليب فلوب الثاني بيطبق معادلته باستخدام اللوجيك جيتس، ونفس الشيء بالنسبه للفليب فلوب الثالث مطبق معادلته باستخدام ايضا اللوجيك جيتس. طيب بعدين شو بدنا نعمل؟ الان صار عندك السيكونس جاهز، هاي اللي هي عباره عن جي 0 جي 1 جي 2، او هي عباره عن ستيت
اللي احنا سميناها R0، state اللي سميناها R1، state اللي سميناها R2، او state اللي اسمها T0، state اللي اسمها T1، state اللي اسمها T2، زي ما بدك حط الاسماء مش مهم. بمعنى اخر احنا وصلنا لعند نهاية هون ببساطة، بدون ما نعمل اي ربط اي معادلات ولا اي شيء من هذا النوع على الاطلاق. كل هاي الدائرة استغنينا عنها في الفليب فلوبس الموجودة. الفكرة هون انه انا استعمل one flip flop لكل state، فبالنهاية لازم عدد الفليب فلوبس اللي عندي يكون في الدائرة يساوي عدد الستيتس. فهون عدد المعادلات اللي هي الانبوتس اللي فليب فلوبس راح تكون تساوي عدد الستيتس. عندك دائرة فيها 4 ستيتس معناتها 4 فليب فلوبس، 10 ستيتس معناتها 10 فليب فلوب. you use one flip flop per state. طريقة سهلة جدا، سهل جدا تكتب المعادلات، ما بيلزمكمش اي جدول. بالنسبة ل الكنترول سيجنالز ممكن انها الان يعني هاي شوي صغيره تريد اوف يكون اصعب شويه، انه كيف بدي انا اعرف الكنترول سيجنالز من خلال او بدون جدول، وراح يكون اعتمادي بصوره اساسيه على الاي اس ام تشارت. فمثلا انت whenever you are in one state، هون اس اد ذس از اكتف as long as you're in state، بينما هون بدك تعمل شرط للستيت مع وات ايفر كونديشنز يكون مبني عليها. فإذا أنت ماخذ الأوتبوت من الستيت زي ما أنتوا شايفين هون فاين، أو إذا بدك شروط ممكن تحط لك شوية AND gates على أساس يتمثل هاي الشروط، لكنه في النهاية أو عفوا في النهاية نفس الشيء. إذا قارنا بين هذول الدائرتين الشروط هاي من هاي الجهة control signals والشروط اللي بتحكم control signals سهلة جدا. فالحل بسيط جدا في ال one flip flop per state. طبعا بكفيش هذا الكلام، ننطبق عليها يعني كمان example. مثلا هون نفس الدائرة مكونة من 4 states بدل 3 states، ونعملها one flip flop per state. اوكي هذا مرة ثانية شرح لك كيف الأمور بتصير. And another example. المرة الجاية إن شاء الله الأسبوع القادم هذا الجدول اللي فيه الأربع states بنحله باستخدام ال one flip flop per state from scratch، لأنه حله مش موجود هون. هون حال المثال آخر على اللي هو هاي واحد جديد. هون هذا في خلل، في خطأ مطبعي تصور. sequence and register decoder. sequence and decoder. هنا one flip flop per state للأربعة controller. فإن شاء الله المرة الجاي من نبدأ من عند هذا الإكزامبل ومنحله من الصفر، لأنه واضح إنه حله هون شوية صغيرة، هيك يكون مش واضح زي ما إنه إحنا نحله من أول وجديد لحاله. منقارن حلنا مع الحل الموجود إن شاء الله. تمام؟ هل لديكم أي أسئلة أي استفسارات؟ أنا هون رح أوقف اليوم بالنسبة للشرح. طيب يا شباب أراكم الأسبوع القادم إن شاء الله على خير. يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور.